رجعنا لكم مره ثانيه. اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشارك بيها معانا خشونا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف، وممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستغرام شريف مدكور تي في. على غير العاده يوم الثلاث معانا النهارده استاذه اميره من ورانا ومشرفانا وكتوحشينا. الله يخليك. كل دي اجازه؟ اه اجازه بقى. اه اخبارك ايه؟ الحمد لله. حلوه؟ حلو. محلويه بعد الاجازه. طول عمرك حلوه وجميله. هي المريره دي اول مره اشوفها؟ متهيألي شفتها بس من زمان قوي يعني. ما تنساش دي حلوه قوي. اه مش عارفه. تجنن. حلوه؟ ما تقوليش ان ده كان بنطلون جينز وانت فكيتيه. اه طبعا عادي. كل بنطلونات فكيتيها وعملتيها. اي حد عنده حاجه قديمه بقول له ما ت... هاتها. هاتها. دي بتاعت حد ولا بتاعتك؟ بتاعتي. ماشي. طب انت النهارده ليلتنا تيراميسو. تيراميسو من الحاجات الطلياني، الحلويات الطلياني اللي بتجنن في الحقيقه، بس ليها تكنيك صعب ووقت وخطوات، وهي بتتباع بره غاليه جدا، فانت النهارده هتقولي كل الخطوات بتاعتها عشان الناس تعملها في البيت وتبقى اقتصاديه جدا جدا جدا، صح كده؟ صح كده. والنهارده مع اميره عاملين التيراميسو، هي اهم حاجه فيها الجبنه، فاحنا هنستخدم جبنه عبور لاند سبريد، وهنقول لكم ليه بنستخدم كمان عبور لاند عندنا في 4 شارع شريف. بس خلينا كده اميره تشرح لنا الحاجات دي. ايه ده؟ بص، هو احنا عاملين تيراميسو بكذا شكل، يعني عاملينه على شكل تورته، وعاملينه في الكوبايات، وعاملينه في يعني بكذا شكل. بس أوكي. بس هو تركيب ده تركيب ده تركيب ده. اوكي. عايزه اشرح بس حاجه. اتفضلي. هو التيراميسو دايما احنا في مصر مصدرناه في الوطن العربي، يعني بقينا نعمله كريمه لباني وجبن كريمي. بس هو اصله يعني في الاصل هو بيض. بيض. وعلشان تطلع البيض طعمه حلو وهو مش مستوي، دي حاجه تكنيك صعب يعني. فاحنا هنشرح النهارده احنا هنعمل ايه بالطريقه الطلياني الاصيله. اوكي. هو دي خطوات. أوكي. كتير انا عارف. طيب عايزه تقولي مقادير؟ مقادير كتير؟ لا. يلا. يلا. المقادير: 6 صفار بيض، 6 بياض بيض، معلقه خل صغيره، كوبايه سكر بني، كوبايه ونص كريمه خفق، 5 اكياس جبنه كريمي عبور لاند 100 جرام، معلقه. هتستخدمي شيدر ولا رومي ولا قشطه؟ لا قشطه. قشطه. اوكي. معلقه فانيليا، 4 معالق كبار قهوه سريعه الذوبان، 2 كوبايه ميه، كوبايه كاكاو، ونص كيلو بسكوت ليدي فينجرز. اه صوابع الست. صوابع الست. صوابع. اه طيب. مش ده سافوايار؟ اه هو هو. طيب عايزه تبتدي؟ اه. طيب بس قبل ما تبتدي خلينا نقول لمشاهدينا ليه احنا اخترنا جبنه عبور لاند ان احنا نستخدمها النهارده في التيراميسو، بما ان التيراميسو من الحاجات الصعبه، فعايز لازم يكون نوع جبنه فخم تستخدم معاه. اول حاجه احنا اخترناها لاسباب كتيره، طبعا طعمها وجودتها العاليه جدا، وعبور لاند لاول مره بيقدموا، اول مره اشوف انا جبنه بالطريقه دي سهله، اللي هي عباره عن كيس زي ده بنفتحه بمنتهى السهوله، وبنعمل نروح دايسين كده الجبنه تنزل سبريد في الساندويتش. ميزتها كمان ان احنا ممكن الواحد ياخد معاه العيش لوحده والجبنه لوحدها، يبقى في الشغل، في المدرسه، في العربيه، في اي مكان، ويبتدي يفتح الكيس بمنتهى السهوله ويفرد الجبنه جوه الساندويتش، سواء عيش بلدي، عيش فينو، اي عيش احنا عايزينه، ويعمل بيه ساندويتش. غير طبعا احنا ممكن نستخدم منها في التشيز كيك، ممكن نستخدمها في التيراميسو زي ما اميره عامله النهارده. هتلاقوا دايما في السوق في 3 انواع من جبنه عبور لاند، عندنا الشيدر والرومي والقشطه، والنهارده احنا مش مستخدمين القشطه، وزي ما قلنا هو سهل جدا ان هو يستخدم. ايه بقى؟ يلا دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا فصلنا البيض، قلنا صفار البيض وبياض البيض، هنعمل النهارده هنضرب كتير قوي. هنضرب كتير قوي. اول ضرب هنضربه ممكن نجيب الويبن كريم، كريمه الخفق. الكريمه اللباني هنحطها هنا. دي هنبتدي نخفقها دلوقتي. وهنحط هنا بياض البيض زي المرنج. 6 بياض بيض. 6 بياض بيض. 6 بياض بيض. دي لوحدهم؟
6 بيض بيض، لا معاهم نص كوبايه سكر ونص كوبايه ونص معلقه فانيليا. نص كوبايه سكر ونص معلقه فانيليا عشان الفانيليا الباقي هنحطها للبياض، ونص كوبايه سكر بني. هنضيف السكر البني. انت حطيت سكر ابيض؟ لا سكر بني. انت حطيتي في الاول سكر ابيض؟ لا حطيت فانيليا. كل دي فانيليا والله؟ اوكي. قد ايه فانيليا حطيتها؟ حطيت نص معلقه فانيليا والنص الثاني، لا نص معلقه فانيليا والنص الثاني هنحطه مع الصفار. اوكي وده هنحط ايه دلوقتي؟ نص كوبايه سكر بني على 3 مرات. ادي مره خليط خلط، استنى ياخد وقت السكر البني ده. ادي اول جزء من السكر البني. يلا حط الثاني. ثاني جزء السكر البني. انت هتخليه زي طلعنا. اوكي. ثالث وثالث جزء. هما كام معلقه؟ نص كوباية. نص كوباية على ستة على ستة بياض بيض والفانيليا. نقعد نضرب فيه لغاية ما يبقى مريك مع نفسه بقى. هنسيبه بقى يتضرب مع نفسه. انت بقى هتعمل ايه؟ هتعمل لنا الجبنة. عايزه ايه الجبنه؟ عايزه خمسه حملك هنا. هنا عايزه كام وحده جبنه؟ عايزه خمسه، عايزه نص كيلو، يعني 5 وحدات من دول، كل وحده هي 100 جرام. 100 جرام. طب احنا النهارده اهي العلبه بتاعتنا فيها جبنه عبور لاند القشطه، اللي هي هتلاقوها الزرقاء. القشطه دايما هتلاقوها اللي هو اللون الازرق، وفي عندنا اللون اللي على بني دي بطعم الجبنة الرومي، وهنا بطعم الجبنة الشيدر. اوكي الزرقاء اهي. يلا هنحتاج قلنا نص كيلو، يعني هناخد 5 وحدات. اوكي ادي اول، دي غنية بالكالسيوم. طب ده حلو قوي. اوكي يلا. انت بتعملي ايه؟ انت بقى في هذه الاثناء انا حطيت حمام ميه، والطبق الزجاجي يتحمل الحراره، وهحط السته صفار بيض معاهم باقي السكر. بصوا بتنزل بقى بسهوله ازاي؟ دي بقى على التوست، على الجبن، على اي حاجه انتوا عايزينها، اي نوع عيش هتلاقوها سهله جدا. ورونا بقى اميره بتعمل ايه. انا حطيت هنا 6 صفار بيض معاهم نص كوبايه السكر الباقيه، واحط معاهم نص معلقه فانيليا النص التاني. ما انا عندي معلقه، حطيت نص في البياض والنص التاني حطيته مع الصفار. ممكن. وحفضل اسوي صفار البيض. طبعا هو الخطوره كلها او المشكله كلها في صفار البيض، فاحنا هنسوي صفار البيض. معلش انا هنا بصوا فتحتها بطريقه ثانيه، فتحتها بالورب من الجنب عشان تنزل لي خط رفيع. الاولانيه كانت عريضه، هنا عملناها بطريقه رفيعه، نزلناها خط رفيع اهي. بتعملي يا اميره؟ اسف اني قاطعت. انا ولا يهمك، انا بقلب صفار البيض مع السكر والفانيليا، المفروض ان انا اقلبهم لغايه ما يبقوا كريمي. لو ما عندناش مضرب ممكن ان احنا نستخدم عادي سباتيولا او مضرب سلك. وبعمل كده كل دوا الهواء اللي انا هيبقى موجود معايا في الكريمه بتاعتي هفضل اضرب فيه لغايه ما يبقى لونه ابيض خالص وكريمي. وبصوا هنا برضو طريقه ثانيه، هي بصوا انا بلفها من فوق اهي عشان اصفي كل الجبنه اللي جوه. وريتكم كل الطرق اللي ممكن تستخدموها، والطريقه دي سهله جدا. دي كده 1 2 3. انت عايزه كام؟ 5 5 اكياس، كل كيس 100 جرام، عايزه نص كيلو جبنه كريمي. كده انت بتضربي ايه؟ انا بضرب صفار البيض
6 صفار بيض معاهم نص كوبايه سكر ونص معلقه فانيليا. مش عارف المشاهدين سامعيننا ولا لا من كتر الضرب اللي احنا بنضربه ده. معلش ما قوي. هو القصه كلها في الضرب، هو زي ما احنا قلنا انه التيراميسو غالي جدا بره، احنا هنعمله في البيت بطريقه سهله قوي ورخيصه جدا، مش جدا يعني بس رخيصه. بصوا انا هنا فتحتها، بصوا ممكن من غير ما اقص على فكره، بتفتح بسهوله اهي. بص اهي من غير استخدام مقص. من غير المقص. برافو. مش احنا قلنا ممكن نبقى في العربيه في اي مكان، في المدرسه ممكن الولاد ياخدوها ويعملوا بيها الساندوتش لنفسهم، في الجامعه في الشغل، عمليه قوي بصراحه اهي. اوكي انا كده جاهز اعمل ايه؟ انا جاهز يا اميرة. طيب انت بقى هتعمل ايه؟ الفرق قاعدة. خلاص كده المفروض مش عايز المية خلاص؟ يقعد، لا المفروض ان هو يقعد 10 دقايق على النار لغاية ما يبقى كريمي. خلاص لغاية ما يبقى كريمي. انت كده قعدت 10 دقايق. قطفي ده؟ هيبقى كريمي خالص ولونه اصفر فاتح. خلاص وهنا ده خلاص اهو، احنا بنعمل كل الخطوات قدامكم. كان ممكن اميره تجيب الحاجات جاهزه بس احنا انا قلت لها وهي عارفه ده برضو ان التيراميسو صعب، فلازم نعمله قدامكم. اخر حاجه بقى انا هضرب الويبنج كريم. بصي هنا كده، ايه رايك؟ لا لا لازم يبقى لسه لازم يبقى متماسك. وهضرب كمان الكريمه اللباني او الويبنج كريم لغايه اما تبقى برضو متماسكه جدا. جابوا اللان بتاعتنا خليك كفايه. لا لا لازم يبقى متماسك، مجعلص كده ومتماسك. مجعلص مجعلص. ده ايه بقى؟ دي كريمه لباني كوبايه ونص كريمه. يبقى كده انا هنا بعمل ايه؟ ده ايه؟ ده 6 بياض بيض معاهم نص كوبايه سكر ونص معلقه فانيليا. اوكي اضربه لغايه ما يعمل منقار. وهنا في ايه؟ هنا جبنه كريمي عبولان قشطه. وهنا اللي معاكي هنا معايا دي كوبايه ونص كريمه حب. وهنا 6 صفار بيض معاهم نص كوبايه سكر ونص معلقه فانيليا. طيب انا ما قلت قشطه، مش قصدي قشطه يعني قشطه عليك، ها انا بكره الكلمه دي، انا قصدي ليه الكريمه القشطه. كريمه قشطه. كريمه قشطه. وانا استخدمت القشطه لانه مطلوب الدسم الزياده، يعني الجبنه كريمي دسمها زايد قشطه. ايه رايك؟ كده هتعمل منقعه. هتعمل عايز هنضيف لها بقى نص معلقه خل. نص معلقه خل. علشان يتماسك الخليط يتماسك. واحد اثنين معلقه صغيره ولا كبيره؟ نص معلقه كبيره بس، هيخلي الخليط يتماسك وما يسيبش منه، يخليه بيلمع وبيلمع. وقت ما بتحب تطلع بقى فاصل؟ لا لسه لسه. طيب عندي بقى الكوبايتين ميه. انا عايز اوريكي حصل هنا ايه. لسه عملت مقارنه. يعني كل ما بيتضرب زياده ويتماسك كل ما يبقى احسن عشان العجينه ما تسيحش من هنا. قلبتها صح كده؟ تمام. اضربها تاني ولا كفايه؟ لا خلاص تعالى بقى انت. ايه حط ال مش عايزه ده؟ لا خلاص النهارده تورنيدو هو المنقذ. تورنيدو انقذنا بالمضارب والعجان. انا بضرب دلوقتي الكريمه علشان تتماسك، برضو لازم تتماسك تبقى قريبه للقشطه. كده عندنا ثلاث حاجات، ادي ده الرنج وهنا الجبنه وهنا صفار البيض. ده خلاص مش عايز المضرب ده؟ لا خلاص. اوكي شكرا. تورنيدو برضو و ده لسه شويه عليه. لا يعني امسك كده. هبتدي بقى انا اخلط. هتخلطي ايه بقى؟ هبتدي اخلط ولا بعد الفاصل ولا عايزه تجهزي كل حاجه دلوقتي؟ لا
لا جهزي جهزي. صفار البيض مع الجبنة سبته المفروض ان هو يبرد يبقى دافي. مش كده ده كفايه عليه اللي معايا ده؟ بصي يبقى قشطه كده اهو. اكتر من كده؟ اه تمام حلوه قوي. ايه الصوت ده؟ اه معلش. ثلاث مضارب في ان واحد. ماشي خلاص هنحط الجبنه الكريمي او نحط ال نضيف الجبنه ونضربها بالده ولا عايزه مضرب؟ لا لا مش عايزه مضرب. اه عشان الهواء. اه بتحطيها حبه حبه. اه هضيف وعلشان الهواء ما يخرجش بره وعلشان ما تسحش يعني لو قلبت كله على بعضه بالمضرب اللي هو الكهرباء دلوقتي هيبقى لوز كده هيبقى سايح خالص. خلاص اهو دي جبنتنا عبورلان. احنا حطينا الجبنه عبورلان اهو على الايه الصفار. اوكي خلاص مش دي ومش هقلب كتير هقلب بالراحه كده. خلاص الجبنة بتسقع كمان البيض. البيض المفروض ان هو يبقى ممكن نستخدمه هو دافي يعني. خلاص اهو. وبعدين هنحط المرنج. دي بت بيطلع شكلها وحش في الشاشة. لا ممكن بس ثانية واحدة انا هسكت واحدة لازم تبقى بعدين بصة للكاميرا وبرده بخاف بشويش. كل ده لازم يتضرب يدوي. اه بالظبط. هتحطيه كله جوه هنا كنت هنا كده يلا عشان غويت. خملي. طب ده دولات كفاية تحطي عليهم كله؟ اه يلا. مش هيكفي ده؟ لا هيكفي ان شاء الله. مش هتصدق هتصدق ان شاء الله. خلاص كده ده ماشي كده خدنا المرينج. شكرا. بعدين يبقى احنا قلبنا الجبنه على الصفار. خلاص وبعدين حطينا عليهم البياض. بص انا بقلب ازاي. بصي ابتدى يبقى هش ازاي. اه عشان الهواء ما يخرجش. لو الهواء هيبقى زي هيبقى ميه هيبقى. اه يعني هي القصه كلها في التكنيك. احنا بنعبي هواء في حاجة طعمها حلو فانيليا و ويبنج كريم. خلاص هنحط ده على ده. ده اللي هو ايه؟ نحط بقى هنا ده الكريمة اللباني المخفوقة. اه يلا ثانية واحدة برضه حبة حبة عشان الهواء زي ما احنا اتفقنا ما يطلعش. وكريمة اللباني لازم تبقى ساقعة. ايوه ده كده خلاص استوى. طب اذا ما اخشش الفرن؟ لا خلاص. اه طب ما هو الناس هتقول لك الصفار والبياض ايه بقى؟ لا الصفار هو اللي فيه مشكله. مش دلوقتي مشكله انت خلاص خلاص كده عملتي. اه خلاص كده خلاص سويتيه ازاي؟ سويته على حمام ميه. حمام ميه خلاص. والبياض حطينا معاه بس الفانيليا عشان الزفاره وحطينا الخل. اه عشان برضو يقتل لو في اي حاجه. كده احنا خلصنا الخليط. ايوه بالظبط. بعدين هنبتدي بقى نركب الحاجات دي كلها. اه طب احنا سمعك اغنيه يلا ونيجي بقى ايه نوريكم التيراميسو بيتركب ازاي. استاذ حسام ايوه عايز تغني ايه يا استاذ؟ يلا احنا دلوقتي بنقول حاجه لام كلثوم بقى. حاجه للست ام كلثوم طبعا. ايه هي دلوقتي؟ احنا هنقول دلوقتي كوبليه من اغنيه سيره الحب. سرقه. اه جميله سيره الحب. يا سلام على سلسلة. سلام يا سلام. يلا نسمعها بعد كده ناخد فاصل ونرجع لكم مع أبينا نكمل التيراميسو. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا. رجعنا لكم مرة تانية النهاردة حلقة التيراميسو.
الزعم في الحلويات التلياني اللي اميره النهارده عاملاه احسن من الطلاينه في الغالب. هيكرهوني كده؟ لا لا هيكرهوني. اكلته هناك ما عجبنيش زي ما اكلت البيتزا هناك ما عجبتنيش. الحاجه الوحيده اللي اكلتها في ايطاليا وعجبتني الايس كريم الجيلاتشي. الجيلاتشي طيب غير كده ما والمصريين اللي هناك بيعملوا احلى بيتزا احلى من الطلاينه، لكن البيتزا الطلاينه دي بشعه يا لهوي ده بجد. انا جالي هلع. لا كان معايا ساعتها عارفه مين؟ باسنت الزيتون. اي نعم. تشهد بذلك. نروح تقول لي ايه ده احنا في ايطاليا ولا في ولا ما اعرفش يا اختي. يمكن المكان نفسه. لا في كل الاماكن، ده احنا بتاع 7 8 اماكن. فعلا؟ وبعدين دافعين بقى باليورو قد كده نضطر ناكلها. انا عارفاها. طيب. يلا. طيب التيراميسو دي حاجه حلوه اخترعوها في الخمسينات سنه 1950 يعني في الخمسينات ايام الحرب والكلام دوت. وعملوها علشان لا أي حرب؟ ما كانش في حرب. كان في يعني كان بعد الحرب، بعد الحرب العالمية بكتير. والناس كانت فقيرة، اخترعتها واحدة ست. بس دي مش أكلت فقرة، حطيتها دي فقرة؟ يعني كانوا عاملينها في قهوة أو حاجة زي كده، وحطت فيها القهوة سريعة الذوبان أو القهوة عامة الإسبريسو. الإسبريسو اللي هي القهوة المغلية اللي من غير فالقهوه دي ادتهم نشاط مع الكاكاو مع السكر مع البتاع، وساعتها اتشهرت جدا كان طعمها حلو قوي. مش القهوه دي حد دوبيها في حاجه ولا هتعمل فيها؟ دي قهوه سريعه الذوبان. طيب بس هتعمليها ازاي؟ ما انا هقول لك اهو. ادي بوله وقهوه سريعه الذوبان كميه لا باس بيها، معلقتين كبار. هنحط عليهم ميه من السخنه. لا مش هتسيح كده؟ لا 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 هتسيح. ميه من الحنفيه اهي كوبايتين تقريبا وكده هتدوب. وتبقى مركزه وهتدوب وهتبقى جميله جدا. أوكي. تمام اهي دابت خلاص وبقت حلوه خالص خالص خالص. هنجيب الليدي فينجرز او السافويار، ده بيتباع عند بتوع الحلويات، احنا ممكن نعمله في البيت هقول لكم على طريقته. وممكن هو ده الليدي فينجرز ده لانه بيتحول لكيك بعد كده. خلاص دي الصينيه بتاعتي. هو لازم يتعمل يا جماعه في الصينيه اللي هي بتتفتح وتتقفل. معلش هو ده بواخده اللي هي دي اهي. اميره هنا حاطه فيها ورقه من ورقه زبده وجوه هنا بيبقى فيها ورقه زبده اهي كده كده كده. ماشي بس نوريها للناس. هنقفلها مره ثانيه عشان ما تزعليش. تمام اهو اهي ده ورق بنحطه مع الحلويات برضو بيتباع عند بتوع الحلويات بالمتر. شكله لطيف كده ولذيذ. بنحطه في الجنب علشان يبقى يمسك يمسك ويبقى سهل ان احنا نطلعه. لا لا زي ما هي كده. اوكي ولا حاجه اهي زي ما هي كده. انت هتعمل ايه؟ مسقسق. لا سقسق بايديك والله. خلاص اهي هنبتدي نحط. انا ما حطيتش على كله، حطيت بس على الوش علشان يبقى شيلها سهل. شيل ايه؟ يعني ان انا اشيلها من مكان لمكان. هو فعلا ده البسكوت ده مع الحاجات اللي هي عملتها دي، مع ان هي بتحطه في بتسقسقه في المايه دي القهوه دي هيتحول هيبوش مع بعض، هيبقى زي الكيك. هيبقى زي الكيك بالظبط. تمام. ممكن نعمل بقى ممكن نعمل كذا شكل. بس احنا ايه يعني انا عملته في كوبايات وعملته في يا انسان عامله في كل الاشكال. خلاص تيجي بقى ايه وبعدين تقسميها اتنين بالظبط. هقسمها اتنين. بص بقى هت ايه هبتدي ارصهم والجزء البومبي بيبقى لبره في الجنب كده. مش بتسقيه ده؟ لا ممكن نسقيه عشان يتماسك بس ويبقى يقدر ما يقعش الكفر. اوكي بعد بقى ما هتعمل ده حوالين داير هتصب جواه الخليط اللي احنا قعدنا ساعه نضرب فيه ونعمل فيه المارينج على الجبنه عبور لاند على الصفار البيض المضروب في حمام ميه. الكلام ده كله هتروح صباه ويتحط في ثلاجه قد ايه؟ 8 ساعات على الاقل ويوم كامل احسن حاجه، يعني احسن مده 24 ساعه. اقل مده 8 ساعات. اوكي اهو خلاص. وطبعا الرصة دي أصعب حاجة في الموضوع. خلاص تمام كده. خلاص دي هاتي هنا بشكل هنا في بس ماشي خلاص. ده مش عايزاه وده مش عايزاه.
ولا هتحطي طبقات؟ لا هحط طبقات. اوكي طب ودي بس الناس اللي هتعمل. انا بقلب اهي من تحت لفوق كده لغايه ما تروح كل التكتلات اللي فيه ويختلط تماما، بس بالراحه جدا علشان معلش هنعمل الناحيه الثانيه بعد اذنك عشان الناس تشوف. اوكي اهو هتحطي طبقه بسكوت بس هتسقيه. لا لسه، بس هنحط طبقه كاكاو. كاكاو مهم قوي موضوع طبقه الكاكاو. هن اهو سباتول بقى وافرزي لان ده كده هيقع. طيب ممكن نكتر شويه. رايي كده برضو عشان يسند بس. اوكي شكرا. كاكاو كاكاو وكتري منه ما تقلليش. ما بيدي طعمه حلو اهو. كاكاو 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 اهو. على فكره البسكوت اللي في الجنب ده ممكن تسقوه برضو لو انتوا عايزين، بيبقى طعمه حلو بصراحه. خلاص نبتدي نعمل دور تاني. بتاع ده طعمه حلو قوي. عشان عايز اقول لكم اللي هي عملته ده بيتباع بكام في السوق؟ بكتير يعني بكذا 100 مش ب 100. بتاع صغننه قد كده بكذا 100. الصغط. فانتوا تعملوها في البيت اوفر لكم طبعا بمراحل. وهي معجبنا عبور لاند النهارده ورينا لكم برده تتعمل ازاي، فالدنيا هتلاقوها سهله جدا. يعني ممكن نعمل كده عشان الجناب اهو. وبعدين نحط رق تاني. ده اخر رق تاني صح؟ تحطي بسكوت تاني فوق؟ لا وتعمل اوكي. بس لو عندكم ممكن اللي عايز كريز ممكن يعني، بس دي حاجات بقى ايه كل واحد ومزاجه. كريز اللي هو او فواكه مسكره في ناس بتحط بتبقى برضه لطيفه جدا. هنغرقها بقى. هتحطي من ده تاني؟ لا خلاص. هنغرقها بقى من فوق بالكاكاو. تتحط في الثلاجة على الأقل 8 ساعات، بس أنا أفضل إنها تتحط يوم. يوم هي يوم. يوم وتسقع تسقع تسقع. هات بقى الشوكولاتة اللي إحنا عملناها. هي فين؟ دي؟ أيوه. أهي. هي. تتحط في الثلاجة، ممكن تتحط في الفريزر مثلا 3 4 ساعات بس تتماسك، وبعدين في الثلاجة بعد كده بقى 4. تسلم ايديك. ميرسي. قولي للناس عملتي ايه كده بسرعة. عملنا حاجة حلوة اسمها تيراميسو بجبنة كريمي عبور لاند، عبارة عن قهوة سريعة الذوبان معاها بقى بيض بكريمة. ميرسي أميرة. ميرسي يا شريف. ثانك يو ليكي وميرسي لعبور لاند انهم كانوا معانا النهارده بصنف الجبنه الحلو اللي عملنا بيه التيراميسو الصنف الايطالياني الحلويات الايطالياني. هنسمع ايه يا استاذ حسام؟ دلوقتي معانا اغنيه حتى الهوا للاستاذ محمد محي. استاذ محمد محي خليني ابعت له تهنئه على الاغنيه الجديده كمان اللي عملها. بنستنى اغانيك دايما يا استاذ محمد يا محي، انا بحبك وانت عارف. ابعت لك الف سلام وتحيه وببارك لك. نسمع اغنيه حتى الهوا من الاغاني اللي بحبها قوي بصراحه، كانت مشهوره جدا في التسعينات من القرن الماضي. وبعديها نروح الكلينيك العياده الاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. حتى الهوى لوم ناس وناس لوم ناس وناس، حتى الهوى لوم ناس وناس لوم ناس وناس، وناس بحيرة بقالها كتير وناس بحيرة بقالها كتير، حتى الهوى لوم ناس وناس لوم ناس وناس، حتى الهوى لوم ناس وناس لوم ناس وناس، وإن كان كده طبعه طبعه يا قلب، وإن كان كده طبعه طبعه يا قلبي، وإن كان كده طبعه طبعه يا قلب، وإن كان كده طبعه طبعه يا قلبي، خليك يا قلبي قلبي كبير، وانسى العتاب واللوم وراعي احساس، وانسى العتاب واللوم وراعي احساس، ويمكن يحن 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 يمكن يحن يحن
حتى الهوى والناس وناس له ناس وناس حتى الهوى له ناس وناس له ناس وناس حتى الهوى اللي قابلنا له هاجرنا يوم ما وصلنا له ده حتى الهوى اللي قابلنا له هاجرنا يوم ما وصلنا له ايه بس كنا عملنا له ايه بس كنا عملنا له نسأل عليه يخصمنا ليه نسأل عليه قسمنا ليه ونعمل ايه حتى الهوى له ناس وناس له ناس وناس حتى الهوى له ناس وناس له ناس وناس اوبا حلوة قوي اربعة شارع